أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيس الطالب الانطلاقة لخدمات مركزين صحيين حضريين بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة المحلية تعزيزا للعرض الصحي للقرب بمدينة الدار البيضاء. الأمر يتعلق بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول الشرف بعمالة مقاطعة الحي الحسني، وذلك بعد توسعته وتجهيزه، والمركز الصحي الحضري المستوى والثاني النصر واحد بالجماعة الترابية ولاد صالح بن واصر. الحاجيات ديال المواطن اليوم جد مهمة داخل في التوجيهات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو، وكيف كتعرفوا أنه صاحب الجلالة الله ينصرو لما صادق على القانون الإطار للإصلاح ديال المنظومة الصحية، فاللي ركز فيها الأساس أن سياسة ديال القرب، وسياسة القرب هي تقريب الخدمات، وهذا من 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 العمل ديالنا ومن الواجب ديالنا أننا نسهروا اليوم على الإسراع هذا الإخراج هذه المنشآت هذه بالمعايير اللي خصها تكون. احنا في إطار ديال الإصلاح ديال التأهيل ديال المراكز الصحية. المشاريع الصحية هذه تأتي استجابة لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما ما يتعلق بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وأيضا في إطار إعادة هيكلة العرض الصحي الوطني عموما وتعزيزه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات التي تشهد نموا ديموغرافيا في تزايد مستمر. هاد المركز ان شاء الله غيخدم واحد لو سيستم انفورماتيك اللي فيه ان دوسي باسون انفورماتيزي اللي غادي يسهل الولوج ديال الساكنه لهذا المركز، وغادي ينظم لنا العمل داخل المركز، وكذلك فيه ان سيستم دو جيستيون ديال لي رونديفو اللي غادي يسهل تقديم الخدمات لهاد الساكنه. بالنسبه للخدمات الصحيه كنقدموا كل ما هو وقائيه، خدمات صحيه وقائيه، لا بريفونسيون بريمير سكوندير، العلاجات طبية وعلاجات تمريضية، وكذلك كل ما هو تحسيسي لا بروموسيون دو لا سونتي، خصوصا ما يتعلق بصحة الأم والطفل. ويكتسي إطلاق خدمات هذين المركزين الصحيين للقرب أهمية كبيرة لفائدة الساكنة المحلية، وتعزم الوزارة الوصية على إطلاق مراكز صحية أخرى للاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة في مجال الخدمات الصحية وفق المعايير المطلوبة.